محاضرتنا لهذا اليوم حول أساسيات حقن وقود البنزين، أي منظومة الوقود الخاصة بوقود البنزين. في هذه المنظومة، منظومة الجازولين انجكشن فاندمنتال، يستخدم الضغط، أي بمعنى أنه لكي يتم ضغط الوقود يحتاج إلى مضخة. هذه المضخة تكون من النوع الكهربائي حتى تعمل على تذرية الوقود في داخل الانتيك مانيفولد، أي في داخل جهة السحب الخاصة في المحرك. أيضا تعمل هذه المنظومة على تجهيز المحرك بالنسبة الصحيحة من الهواء والوقود لكي يتم عملية الاتحاد أو عملية خلط الوقود والهواء بشكل صحيح يلائم الظروف الخاصة بعمل المحرك. هذه المنظومة تحتوي على عدة فوائد، منها انه تحسن من عملية التذرية للوقود. يعني هذه المنظومة سوف تكون مختلفة عن المنظومة التقليدية. المنظومة التقليدية هي المكربن، في المكربن تحدث بعض المشاكل منها عملية التذرية للوقود، بينما في هذه المنظومة سوف تكون عملية التذرية جيدة، عملية توزيع الوقود سوف تكون أيضا أفضل، أيضا سوف يكون التشغيل، بداية التشغيل الأيديال، بداية التشغيل سوف يكون أيضا جيد في هذه المنظومة، أيضا يحسن من اقتصاد الوقود، كذلك أيضا سوف يكون كمية الملوثات الناتجة من عملية الاحتراق سوف تكون قليلة، وذلك بسبب أنه كما ذكرنا بأنه الخلط الوقود والهواء سوف يكون بشكل أيضا صحيح. أيضا سوف تكون هذه المنظومة جيدة للمحرك خاصة في الأجواء الباردة، مما تؤدي إلى عمل المحرك بشكل جيد. أيضا هذه المنظومة نتيجة للتحسين في عملية الخلط للهواء والوقود يؤدي إلى زيادة في قدرة المحرك. تمتاز أيضا هذه المنظومة أيضا بالبساطة. الشكل التالي يبين لي الأتموسفيرك بريشر، الضغط الجوي، حيث نلاحظ بأنه خلال هذا الشكل عندما يكون الضغط الجوي قريبا إلى مستوى سطح البحر سوف يكون مقدار الضغط ما يقارب 14.7 PSI، بمعنى أنه يساوي 103 كيلو باسكال كما نلاحظ عندما يكون قريب من سطح البحر. أما عندما يبدأ بالابتعاد نلاحظ بأنه القيمة سوف تكون متغيرة للضغط كما نلاحظ في هذا الشكل. نلاحظ بأنه هذا الضغط يكون عندما يكون قريب من سطح البحر، ونلاحظ أيضا أنه ضغط الهواء يبدأ يعني تكون قيمته قليلة كلما ابتعدنا عن سطح البحر وكلما أصبح الارتفاع أعلى. موضوع الضغوط يكون له علاقة جدا مهمة في عملية حقن وعملية تذرية الوقود. نقصد بأنه موضوع الضغط يكون له فد ارتباط جدا مهم مع عملية حقن الوقود. الفاكيوم، ما هو الفاكيوم؟ الفاكيوم هو عبارة عن ضغط التفريغ. يكون عادة هذا النوع من الضغوط يكون أقل من الضغط الجوي. احنا ذكرنا قبل قليل بأن الضغط الجوي عندما يكون قريب من سطح البحر سوف يكون مقداره 14.7 PSI، سوف يكون الفاكيوم أقل من هذه القيمة للضغط.
بعض الأحيان يسمى هذا النوع بالساكشن. ضغط الفاكيوم يسمى بالساكشن بمعنى أنه التفريغ أو السحب. الاختلافات في الضغط تسبب عملية التدفق. اختلاف الضغط يكون له تأثير جدا جيد في عملية تزويد المحرك. يعني على سبيل المثال نلاحظ بأنه المحرك يستخدم ضغوط مختلفة، هذه الضغوط المختلفة تعمل على جعل الوقود والهواء يتدفق إلى داخل الأسطوانة. نتيجة للاختلاف الضغط الموجود بين الأسطوانة وخارج الأسطوانة، هذا الاختلاف سوف يساعد على دخول الهواء والوقود إلى داخل الأسطوانات، حيث أنه المحرك سوف يعمل بشكل مضخة تفريغ نتيجة للضغط القليل الذي يحدث، وبالتالي هذا الضغط القليل أو الفاكيوم يعمل على إدخال الخليط إلى داخل الانتيك مانيفولد، أي بمعنى أنه المحرك اسطوانة المحرك سوف يكون عملها مشابه إلى مضخة الوقود، إلى مضخة التفريغ. هذه هي مضخة التفريغ تعمل على سحب الخليط الوقود والهواء. هذا الشكل اللي أمامي، هذا الشكل اللي أمامي عبارة عن شكلين لمحرك. جهة الانتيك أي جهة الدخول نلاحظ في هذا الشكل سوف يكون الثروتل كلوزد، يعني هنا جهة الخانق، هذه جهة الخانق سوف تكون مغلقة، وبالتالي سوف نلاحظ بأنه الفاكيوم سوف يكون جدا كبير والضغط سوف يكون قليل في داخل الانتيك مانيفولد. أما في هذه الحالة يبدأ عندي الخانق، هذه البوابة بالانفتاح، ويبدأ سحب الخليط وخليط الهواء والوقود إلى داخل الانتيك مانيفولد، وبالتالي سوف يقل ضغط الفاكيوم ويزداد الضغط. هذا الاختلاف بين هذا الضغط والضغط الموجود بالانتيك يعمل على اختلاف الضغط يعمل على سحب الخليط الهواء والوقود إلى داخل الاسطوانة. انجل ثروتل فالف، صمام الخانق للمحرك، هذا صمام الخانق، هذا الموقع صمام الخانق. ما هو هذا الجسم لصمام الخانق؟ ماذا نستفاد من صمام الخانق؟ نستفاد من صمام الخانق بأنه يتحكم بتدفق الهواء والوقود إلى داخل الأسطوانة، وبالتالي يؤثر على القدرة الخارجة. وعندما يكون هذا الصمام مفتوح فإن الهواء والوقود سوف تدخل إلى داخل أسطوانة المحرك، وبالتالي سوف يؤدي إلى زيادة القدرة. عملية التحكم بفتح وغلق الخانق يكون من خلال هذا الجزء الميكانيكي. الجزء الميكانيكي نلاحظ هذه الدواسة ومرتبطة بالأكسلريتر المعجل، هنا كيبل موجود، هنا الكيبل هاوزينج خاص بالكيبل، وهذا الجزء اللي مرتبط بالثروتل والذراع. نلاحظ بأنه عندما يتم الضغط على هذه الدواسة، هذه دواسة لمركبة، عندما يتم الضغط على هذا الدواسة نتيجة للأذرع الميكانيكية الموجودة والكيبل الموجود فيها يؤدي إلى السحب، وبالتالي هذا السحب يعمل على فتح الثروتل فالف وكذلك أيضا غلق الثروتل فالف، وما يؤدي إلى التحكم بدخول الخليط، سواء الخليط نقصد به خليط الهواء والوقود إلى داخل الأسطوانة. تصنيفات الغازولين انجكشن
كلاسيفيكيشن تصنيفات حقن وقود البنزين. هنالك عدة أنواع من أنظمة حقن الوقود. في حالة المحرك البنزين فإن نظام الحقن بشكل عام يسمى بالفيول انجكشن سيستم، منظومة حقن الوقود. أما في محركات الديزل أيضا تسمى بفيول انجكشن سيستم، أيضا منظومة حقن الوقود. Throttle body and multiport injection، هنا جسم الخانق والنقاط المتعددة للحقن. الجزء الأول نلاحظ أن هذا الجزء يمثل throttle body injection كما وضح في هذا الشكل. الجزء الثاني يسمى بmultiport injection، الحقن بالمنافذ المتعددة في هذا الشكل، حيث نلاحظ في هذا الشكل يكون الانجكتر نوزل يكون مثبت في الأعلى، أي يكون قبل الثروتل بادي. هذا الحاقن، هذا هنا الهواء الداخل، نلاحظ هذا الحاقن الانجكتر حاقن، نقصد بأنه حاقن الوقود، وهذا الجزء يمثل throttle body، البوابة أو الجزء الخانق. نلاحظ بأن الهواء سوف يمر الهواء إلى داخل الانتيك مانيفولد، ومن ثم سوف يتم عملية ضخ الوقود، تدرية الوقود، وسوف يتحد الوقود مع الهواء، وبالتالي سوف يدخل إلى داخل الاسطوانة. هذا الجزء هو يمثل throttle body injection كما موضح في الشكل اللي أمامه. أما في الجزء الثاني يسمى multiport injection، الحقل لنقاط متعددة أو منافذ متعددة. نلاحظ أيضا هذا الجزء يمثل سحب الهواء، هذا الجزء يمثل الخانق. نلاحظ بأنه الحاقن حاقن الوقود سوف يكون بعد الخانق وقريب إلى منطقة الانتيك بورت، أي المنطقة المنفذ الدخول، قريب إلى منفذ الدخول اللي نقصد به هو دخوله إلى داخل الاسطوانة، حيث نلاحظ بأن هذا الهواء مرور الهواء وسوف يتم هنا حقن الوقود، وبالتالي سوف يكون في هذا الجزء سوف يتكون خليط من الهواء والوقود. الفرق بين هذين الجزئين للتذكير، الجزء الأول throttle body injection سوف يكون قبل الخانق، بينما المولتيبورت انجكشن سوف يكون بعد الخانق. أيضا من الأنظمة الأخرى، أنظمة حقن الوقود، هو indirect injection، أي الحقن الغير المباشر. هذا النوع عادة هو يستخدم في محركات البنزين. نلاحظ بأنه خلال هذا الشكل، هذا المحرك، نلاحظ بأنه عملية حقن الوقود سوف تكون خارج غرفة الاحتراق، أي في سوف يكون في الانتاج مانيفولد، أي عملية تدرية الوقود سوف تكون في الانتاج مانيفولد. ومعظم محركات البنزين سوف تكون من نوع الاندايركت وكما موضح في هذا الشكل. أما في حالة الدايركت انجكشن، هذا النوع سوف يكون تدرية الوقود وحقن الوقود سوف يكون في داخل الكومبسشن تشامبر، أي داخل غرفة الاحتراق، عادة تستخدم في معظم محركات الديزل. نلاحظ هذا المحرك، هذا الانتيك مانيفولد، هذه هي الكومبسشن تشامبر، غرفة الاحتراق. نلاحظ بأنه هذا مكان الانجكشن، مكان الحاقن، سوف يكون حقن بشكل مباشر إلى داخل غرفة الاحتراق. حتى نميز بين هذا النوعين، هذا النوع يكون غير مباشر، يحقن في الانتيك مانيفولد، عادة يستخدم في محركات البنزين.
أما في هذا الجزء الدايركت انجكشن يكون يحقن بشكل مباشر وفي داخل غرفة الاحتراق ويستخدم في محركات الديزل. غازولين انجكشن كنترول، المتحكمات أو التحكم بحقن وقود البنزين. هناك مجموعة من المتحكمات لعملية الحقن، منها التحكم الإلكترونيك فيول انجكشن، ومنها عن طريق الهيدروليك فيول انجكشن، ومنها عن طريق الميكانيكال فيول انجكشن، ومنها عن طريق الانجكشن تايمينج، وكذلك النوع الأخير هو الأوبنينج ريليشن. هذه المتحكمات سوف تتحكم أو الطرق سوف تتحكم بعملية حقن الغازولين، ويمكن توضيحها وتباعها. النوع الأول هو الإلكترونيك فيول انجكشن. هذا النوع يستخدم مجموعة من المتحسسات أو المستشعرات المختلفة تعمل على التحكم وتنظيم عملية الفتح والغلق لحواقن الوقود. هذا النوع يعتبر من الأنواع الشائعة في الاستخدام لاستخدام الغازولين انجكشن سيستم، أي معظم أنظمة التحكم لوقود البنزين سوف تكون من النوع الإلكترونيكي. النوع الآخر هو النوع الهيدروليك فيول انجكشن. هذا النوع الجهاز الهيدروليكي الحركة تكون يأخذ الحركة عن طريق ضغط الهواء أو ضغط الوقود، وأجهزة الاستشعار أيضا هنالك أجهزة لاستشعار تدفق الهواء وتدفق الوقود، حيث يعتبر هذا النوع من الأنظمة الحقن المستمر. وموزع الهواء فيول ديستريبيوتر يعتبر عبارة عن صمام هيدروليكي يقوم بصب الوقود أو تدفق الوقود إلى داخل المحرك. النوع الآخر هو الميكانيكال فيول انجكشن. هذا النوع يستخدم الثروتل لينك ميكانيكال بامب، وأيضا يستخدم الكفرنر، أي بمعنى يستخدم مجموعة من الخوانق. وفي هذا النوع المضخة سوف تكون من نوع مضخة الوقود من نوع الميكانيكي، حيث وكذلك أيضا الكبرنا المتحكم أو الحاكم يسمى، هم يعتبر جزء أيضا ميكانيكي يعمل على التحكم بحجم التدفق. هذا النوع يعتبر من أنواع القديمة نادرة أو قليلة الاستخدام، تستخدم عند الضغوط العالية High Performance أو الأداء العالي لمحركات البنزين ومحركات الديزل. الانجكشن تايمينج يقسم إلى ثلاثة أقسام، منها انيمت انجكشن، تايمد انجكشن، وكونتينيوس انجكشن، بمعنى انه الحقن المتقطع والحقن المؤقت والحقن المستمر. الحقن المتقطع يقصد بانه عملية فتح وغلق الحواقل، فتح وغلق الحواقن بمعزل عن الانتاج فالف، أي عملية الفتح والغلق لحاقن الوقود لا تعتمد
على صمام الدخول. ثانيا الحقن timed injection، حقن مؤقت يمثل بعملية السبري رش الوقود داخل المحرك قبل أو عندما يكون الصمام السحب مفتوح. النوع الثالث continuous injection، حقن مستمر ويمثل بعملية رش الوقود في داخل الصمام السحب في معظم الأوقات. Injector opening relationship، علاقات فتح الحاقن. عندي هنا نوعين simultaneous injection، الحقن الآني، و sequential injection، الحقن التتابعي. هذا النوع، النوع الأول الحقن الآني، يبين بأن الحواقن، كل الحواقن سوف تكون مفتوحة في نفس الوقت، وعملية الإشارة الفتح والغلق سوف تكون مع بعضهما. أما النوع الثاني sequential injection التتابعي، فيكون عملية الفتح سوف تكون تتابعية، أي بمعنى واحد بعد الآخر حسب نوع الاسطوانات. وأيضا الحقن هنا سوف يكون متوافق مع الإشعال final order of the engine، مع ترتيب الإشعال للمحرك، سواء كان محرك ترتيب الإشعال لأربع اسطوانات أو ست اسطوانات وهكذا. النوع الثالث هو الجروب injection، يتم فتح العديد من الحواقن ولكن ليس يعني تفتح جميعها في نفس الوقت. ثانيا المحرك، عندي المحرك 8 اسطوانات، سوف يفتح بشكل مجموعات، منها المجموعة الأولى سوف تفتح بوقت واحد ومن ثم تفتح المجموعة الثانية في وقت آخر. النوع الآخر هو Electronic Fuel Injection EFI. هذا النوع يمكن أن يقسم إلى 4 أنظمة، منها نظام تجهيز الوقود، ونظام Air Induction System نظام سحب الهواء، ونظام الاستشعار Sensor System، وأيضا نظام الكمبيوتر Control System نظام التحكم بالكمبيوتر. الشكل التالي يوضح لي في النظرة عامة عن النظام، حيث نلاحظ هذا النظام Air Subsystem النظام الفرعي للهواء، أيضا نلاحظ هذا يمثل النظام الخاص بالوقود، نلاحظ هذا التانكي، هنا المضخة منظم الضغط، والحواقن مجموعة من الحواقن. هذا الجزء يمثل Control Subsystem، من خلاله يتحكم بالحواقن بعمل الحواقن، وأيضا هنا هذا يمثل الأجزاء الأخرى التي تمثل المتحسسات، متحسسات الطرق النوك سنسر، متحسسات الهواء، متحسسات الأكسجين، وإلى آخره من المتحسسات. Fuel Delivery System، هذا النظام نظام تجهيز الوقود، من من يتكون؟ يتكون من مضخة Electric Fuel Pumps، مضخة الكهربائية، مضخة الوقود الكهربائية. أيضا يتكون من مرشح للوقود، ومنظم للضغط Fuel Pressure Regulator، والإنجكتورز الحواقن. الشكل الأمامي هذا يمثل الـ Fuel Delivery System، حيث يوضح المكونات أو الأجزاء التي تعمل على تجهيز الوقود، من مضخة وفلتر ومنظم ضغط وحواقن. ويمكن أن نتعرف عليه من خلال الترتيبات الموجودة في الأسفل، كل رقم يمثل أحد الأنظمة الموجودة في هذا النظام. الشكل التالي يوضح الكترك فيول بام، مضخة الوقود الكهربائية، حيث تعمل هذه المضخة على سحب وقود البنزين من التانك،
وتسلط قوة للوقود حتى يمر في سكة الوقود، حيث نلاحظ هذا الشكل يمثل مركبة. هذا مكان المضخة، سوف يكون قريب على التانك في نهاية المركبة. هذه الأنابيب، أنابيب التزويد الوقود وأنابيب الراجع من الوقود. هذا الشكل يمثل الحواقن الانجكتر فيول انجكتر. هذا يمثل بريشر ريجوليتر منظم الضغط. هذا الجزء يمثل الفلتر. هذا الخط يمثل الفيول فيد بايب، يمثل خط تجهيز الوقود. هذا الجزء يمثل خط الوقود الراجع. الشكل التالي يبين لي فيول بريشر ريجوليتر منظم ضغط الزيت، حيث نلاحظ هنالك جزئين في هذا الشكل. منظم الضغط في حالة low vacuum، أي بمعنى أنه التفريغ يكون قليل، وعندما يكون high load حمل عالي، و high vacuum وعندما يكون حمل قليل. ففي هذه الحالة عندما يكون low vacuum نلاحظ منظم الضغط مبدأ العمل، حيث سوف نلاحظ بأن هذا الجزء يمثل دخول الوقود، وهذا الجزء اللي أمامي المغلق يمثل الدايفرام والصمام والنابض. هذا الجزء يمثل الخط الراجع إلى التانك. بما أنه high load و low vacuum، سوف تكون الفتحة الراجع، فتحة الراجع إلى التانك سوف تكون مغلقة. أما في هذه الحالة عندما يكون اللود قليل وعندما يكون هاي فاكيوم، يؤدي إلى سحب الدايفرام والسماح إلى الوقود بالرجوع إلى التانك، وما يؤدي إلى المحافظة على ضغط الوقود وكما موضح في الشكل اللي أمامي. الشكل اللي أمامي يمثل الحاقن الانجكتر، حيث نلاحظ هذا الشكل العام للحاقن المقطع الأرضي. نلاحظ هذه الفتحة هي تمثل فتحة دخول الوقود. هذا الجزء يمثل التغذية الكهربائية. هذا الجزء يمثل المصفى للسكرين، وهذا الجزء يمثل النابض، نابض الارجاع. هذا الشكل يمثل الارميتشر وجسم الحاقن، ايضا الملف الكهربائي. وهذا الجزء يمثل النيدل فالف، وهذا الجزء يمثل عملية رش الوقود. مبدأ العمل عبارة عن سولينويد Operated Fuel Valve، يعني هذا الصمام سوف يكون صمام لولبي، صمام يعمل بواسطة الكهرباء، حيث عندما يمر التيار فإن الماجنتيك يعمل على جعل الارميتشر يفتح، وبالتالي سوف يؤدي إلى حقن الوقود. ويمكن أن نوضح هذا الجزء من خلال المقاطع الفيديوية. سوف نتعرف على عمل الحاقن الانجكتر من خلال المقطع الفيديوي التالي، حيث نلاحظ في هذا الشكل. هذا عبارة عن حاقن يأخذ حركة ميكانيكية عن طريق أذرع متأرجحة وكاما. هذا الشكل يبين لي الحاقن الذي يعمل عن طريق مصدر خارجي إلكترونيك، وحدة تحكم إلكترونية، حيث نلاحظ هذا الجزء يمثل جزء تزويد المصدر القدرة. هذا الجزء يمثل جزء الميكانيكي في داخل الحاقن، حيث يتكون من النوزل، النابض، ومقدمة أو قمة النوزل. بعد تزويد الحاقن بالمصدر
مصدر الكهربائي عن طريق الجهاز المتحكم أو العقل، سوف تصل الإشارة إلى الحافل، بعد ذلك سوف يسمح بمرور الوقود إلى داخل الحاقن، حيث نلاحظ من خلال هذا الشكل فإن الوقود سوف يكون محصور في داخل هذا الجزء في داخل الحاقن، وبضغط كلش عالي يصل إلى تقريبا 5000 PSI، ومن ثم سوف يفتح النيدل أو قمة النيدل الموجودة في هذا الاتجاه، وبالتالي سوف تسمح بمرور الوقود الذي يكون على شكل هذا الشكل اللي أمامي، على شكل بخار للوقود. هذا الجزء اللي أمامي يمثل كيفية عمل الحاقن في المحركات. ايضا الشكل اللي امامي فد مختصر لعمل المحرك، محرك البنزين، حيث نلاحظ هذا المحرك ومحرك بنزين يتكون من اسطوانة وبستن وقمصان التبريد وسبارك بلك شمعة القدح وصمام السحب وصمام العادم، وهذا الجزء هو يمثل فتحة الدخول وفتحة العادم. أثناء عمل المحرك نلاحظ بأنه الصمام السحب سوف يكون مفتوح، وبالتالي سوف صمام السحب مفتوح وصمام العادم سوف يكون مغلق. حركة المكبس سوف تكون نحو الأسفل، مما يؤدي إلى دخول الهواء والوقود. الوقود هنا يدخل عن طريق الحاقن الانجكتر. كما نلاحظ هذا الجزء الوقود مع الهواء سوف يدخل إلى داخل المحرك، ومن ثم تغلق الصمامات ويبدأ الأشواط شوط الضغط وشوط القدرة وشوط العادم. هذا الشكل هو مختصر لعمل محرك يعمل بحاقن انجكتر.